ايه رأيك في اللي بيعمله موسيماني في المؤتمر الصحفي؟ يعني شوف طبعا هو ما اعتقدش كان صح ان هو يدخل الامور الاداريه في العلن العلن قدام الجمهور ونبدا نخش في الجدل، لان سياسه النادي الاهلي وكمان منظومه النادي الاهلي تحت قياده الكابتن محمود الخطيب هي استمرار لنفس منظومه الكابتن صالح سليم الله يرحمه والكابتن حسن حمدي ربنا يطول في عمره، وبالتالي كان لازم مهم جدا جدا بيتس موسيماني يخرج نفسه عن الحته دي. لو احنا في اوكي اكيد اكيد اي مفاوضات تاخد وقت، اكيد اي مفاوضات اكيد في، طالما انت كمان هو اللي قال، طالما ان مش انت اللي بتتفاوض، وكيله الاعمال هي اللي بتتفاوض، فاوكي يبقى احنا نسيب الامور دي للغرف المغلقه، وبالتالي نشوف هتوصل ايه بعد ما نخلص. كل واحد بقى ساعتها يوضح للراي العام وجهه نظره. وانا عاجبني جدا 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 رد فعل جمهور الاهلي جدا. ليه؟ جمهور الاهلي هو فعلا جمهور الاهلي يعني اكبر مساند لبيتس موسيماني، وفعلا بيتس موسيماني يستحق المسانده، لان التجربه فعلا كانت في وقت صعب بعد الرحيل المفاجئ لرينيه فايلر. بس الرد الفعل الجاي النهارده من جمهور الاهلي انه بيحافظ على المنظومه، لا اللي حصل ده مش لطيف، احنا نتمنى ان الكلام ده يظل في داخل الغرف المغلقه، واعتقد ان بيتس موسيماني الرساله دي هتوصل له، لان الفتره الجايه فعلا محتاجه تركيز، لان احساسي املنا في المونديال ده مختلفه، خصوصا يعني مع وجود بالميرس.